عبارة اليوم منقوشة على مدخل السوق المغطى بإسطنبول المعروف بكابالا تشارشا بخط الخطاط العثماني الكبير سامي أفندي، كتبها عام 1314 للهجرة بخط التعليق على الطريق التركية. وتوجد لوحة تحمل نفس النص معلقة في جامع السلطان أحمد بخط علي حيدر أفندي، كتبت قبل ذلك التاريخ بحوالي 35 عاما. وأيضا نجد هذه العبارة مخطوطة على لوحات معلقة في دكاكين الحرفيين القديمة. هذه العبارة هي الكاسب حبيب الله. ترى ما أصل حكاية هذه العبارة؟ قبل العصر العثماني، في العصر السلجوقي تحديداً، كانت الأحوال مضطربة، وكانت الدولة السلجوقية تتآكل تحت سلطان المغول، وكانت تعيش حالة ضعف. فقدم نصر الدين محمود، وهذا كان عالماً وفيلسوفاً، وإلى جانب علمه وفلسفته كان حرفياً ماهراً في حرفته، فجمع حوله الحرفيين وأسسوا تشكيلة سميت باسمه آهي أفران، وكلمة آهي مأخوذة من العربية أخي، تحمل معنى الأخوة. وهذه التشكيلة تعدت وظيفتها في نطاق الحرفية إلى نطاقات أخرى كإعانة الطلاب، فكانت تؤوي من لا دار له وتنفق على المحتاجين منهم. قامت هذه الجماعة على أسس أهمها إعلاء قيم الحرفية والمهارة ومدح العمل والترغيب في الكسب، واتخذت شعاراً لها هي هذه العبارة التي نحن بصددها اليوم: الكاسب حبيب الله.